الأصل في العادات الجواز الحل. عادت غربتها نيجس والرخصة تتلجندك جني حلال يكندك ديدا. والأصل في العبادات التحريم إلا لدليل. الغبادات تغنيجس وليد قيم سلنغن تحريم حرام بلاده. تيق قنا دليل كلسي قنا والنرسي رخصة تتلجند. العادات الأصل فيها الحل والذي يدعي التحريم هو اللي يأتي بالدليل. عادت غربتها والرخصة تتلجندك يعني حلال يكندك كيس كلجن نرسين. Ал енді әдет ғұрыпқа қатысты нәрседе біреу келіп бір нәрсеге тыйым салатын болса, яғни мынау харам деп айтатын болса, ол дәлел келтіру керек дейді. هذا يقول عادة عندنا أننا لا نكمل الإناء. نضع نصف فقط فيه. نعم. Мынақта бауырымыз мысалы, біздің әдет ғұрпымызда пияланы толтырмаймыз, біз пияланы жарты немесе жартыдан асырып істейміз дейді. يقول إذا جاء الضيف أول شيء نقدم الشاي. نعم. والله يتبجتر بزدي قناخ كيلسي بز يين عالدمين وغان برينش بيريت نرسيم سول شاي. وعندنا لباس معين. جاني بزدي بيلقلي بر نيكيمس بيلقلي بر نيدي. ولا نأكل فوق الطاولات نأكل في الأرض مثلا. نعم. مسألة ديت بز نينين ستولدا تماغ جيميمس جيردي وطرب تماغ جيميمس دي بايتو ممكن مسألة ديت. كل جائز هذا. موصلن بارلا رخصات يتلقين. إلا إذا جاء الدليل على التحريم. Тек қана егер соның тыйым салынғандығына дәлел келсе ғана, онда ол тыйым салынған болады. Хазе қол عندنا زواج لازم اختلاط رجال مع نساء. هكذا عاده. Бір жігіт айтуы мүмкін дейді, бізде егер ерлі егер бір не болса, үйленсе жігіт пен қыз немесе әйел мен еркек міндетті түрде әйелдер мен еркектер бірігіп отыру керек, ихтилат болу керек, араласу керек деп айтады. Қол ла хазе харам. بس ولا رغاية أمس شوق بالحرام دي بيت أمس. نقول عادة نقول عادة خالفت الشرع. والله يتو ممكن بول بس دي عديد غرب نص صندق ديسي بزيت أمس شوق سينن عديد غربن شريعتك هاي شغلة ده.